ما هذا؟ إن الصغيرة بحاجة. وهل كنت ستؤمن للصغير طعاما ليس عند الملك كليب؟ ألم ترى نار كليب؟ ومن أين لنا ما عند مولانا يا سيدي؟ ألم نقل لكم إن نار كليب تعد طعام لكم ولغيركم؟ الأمر ببساطة أنها طبخة أعشاب لطفلي المريض. وماذا لو مر ضيف أو عابر ورأى نارك؟ ألن يتوجه إليها؟ على الرحب والسعة أستقبله وأولم له. تستقبل الضيف دون علم الملك؟ وتولم له متجاهلا وليمة الملك؟ صدقني يا سيدي. أطفئ هذه النار وكفاك مجادلة. والصغير؟ لا يا أبي لن أذهب. سينتبه لغيابك يا جساس. ماذا نقول له؟ قولوا له إن جساسا لا يعرف كيف يجلس ويأكل إلا كما اعتادت العرب أن تفعل. نحن لا نعرف مراتب على الأكل، ولا يديرنا أن نجلس مع رعاتنا بينما هو ينف من الجلوس معك على الطعام ومع أولادك. لا يا ولدي، لا تنظر إلى الأمور على هذا النحو. المسألة أن غرف القصر لا تتسع مثلما تتسع بيوتنا هذه. لابد من توزيع الطعام على موائد عديدة. لماذا بنى هذا القصر الذي يختلف عن بيوتنا؟ لماذا هذا القصر يفرض علينا عادات لم نعتد عليها من قبل؟ أبي، هل سنقضي الوقت كله في الجدل؟ فليبقى جساس إن شاء ونحن نقدم عذره. طبعا تذهبون إلى حيث لا ترتاحون وتقدمون أعذارا تكذبون فيها دون مبرر مقنع يدفعكم إلى الكذب. جساس، تستطيع أن تبقى، ولكن لي عندك طلب. لا تشعل نارك قبل أن تنطفئ نار كليب. أعرف، لا أشعل نارا ولا أستقبل ضيفا. أترون أي عز يوصلنا إليه ملك كليب؟ عدني بذلك ولا تعقد الأمور. أعدك بذلك كتاب. لماذا لم تذهب أنت أيضا؟ وأنا أيضا لا أرتاح حينما يكون بيني وبين أفراد قبيلتي حواجز تقول إن هناك من هو أعلى مني أو إنني أعلى من غيري. ليس الطعام هو المهم يا ابن أخي، المهم ما ستجره علينا هذه العادات الجديدة التي يجبرني عليها. نعم يا مولانا، أنا كنت معهم. كم مرة قلت لكم يجب أن توقفوا هذه الغزوات؟ ومن أين نأكل يا مولانا؟ وهل ينقص الأكل في بيتك ولا يأتيك ما تحتاج إليه؟ ينقص يا مولاي، ينقص. ينقص الطعام؟ ولماذا لا تقول؟ يا مولاي، أنا أبسط العرب الذين هم حولك، وأنا الذي لا عزة لي ولا جاه، ومع ذلك يصعب علي أن آتي وأقول لأي إنسان في الدنيا إنني محتاج. فكيف تريدني أن أقول إنني لا أجد الطعام في بيتي؟ تقول لأن الذين حولك هم أهلك وعشيرتك، وهم مسؤولون عن مساعدتك في مواجهة هذه الضائقة التي تمر بها. لا أستطيع يا مولاي، لا أستطيع. يا مولاي، أنا أفكر بطريقة أخرى، أفكر كيف أحصل على المال لكي أرى نفسي في مقام مرة بن الذهل وأخيك سالم الزير وأبي نويرة التغلبي. أريد أن تكون لدي القدرة على أن أدعو الناس إلى بيتي، وأن أفكر في مساعدة الآخرين بدلا من أن أقضي حياتي كلها وأنا أتلقى معونات الآخرين. ستحتاج إلى وقت طويل لكي تستوعب ما أفكر فيه وما أخطط له. كلكم لم تفهموا ما أفكر فيه. ولكن ليس المطلوب الآن أن تفهم، المطلوب هو أن تفعلوا ما تؤمرون به. اذهب وساعدهم في إعداد الطعام. انتظر، أليس من المفروض أن يكون هناك من تتحدد وظيفته في إعداد الطعام؟
أقصد ألا نعتمد على الإعانات المتطوعة رغم توفرها. لم أفهم يا سيدي. أريد أن يكون كل شيء بما في ذلك الحرب وإعداد الطعام وإشعال النيران قائما على تحديد الوظيفة. حين تجيء الحرب يكون هناك من يعرف أن وظيفته هي الحرب. أليس هذا أفضل من الاعتماد على النخوة والمروءة والنجدة؟ اخرج يا جحدر اخرج. هذه هي المسألة يا ابن أخي. نحن لا نريد أن ننافسه على ملكه، وهو غير قادر على أن يفهم أننا لا نطيق ما يفكر به وما يريده. لعله كما يقول يجرب ملكا على طريقة الفرس والرومان. يا ابن أخي لقد تركناه يجرب كل هذه السنين، ولكن إلى متى؟ نحن بشر وليس من حقه أن يجرب بالبشر كل هذا. من كان يتصور أن يأتينا يوم نطلب الإذن فيه بالدخول على مجالس شيوخنا وزعمائنا؟ أبا نويرة، ألم نكبر على هذه الحركات؟ أي الناس عمرك أن تتلصص على بيوت الناس منتظرا ظهور من تحب؟ وماذا تفعل لكليب الذي سيعيدنا إلى حماقات الفتوة والشباب؟ يجب أن نجد لك حلا وللزهراء. سأسبقك، فلا مكان لي بين العشاق. ما كنت أريد أن أخرج لك. وهل يطاوعك قلبك وترضاها لي أن تعاملني كأنني بنت صغيرة يتشبب بها عاشق فتلوك العرب سيرتها؟ وماذا بوسعي أن أفعل طالما أن أخاك كليبا يرفض تزويجنا؟ أوجد حلا غير التردد أمام النوافذ كالصعاليك وشذاذ الأفاق. كيف حالك يا أبا همام؟ أهلا أهلا يا ابن عباد. أنا لدي ما أضحككم منه، جرى حوار بيني وبين جحدر كان يجب أن تسمعوه. عدا علينا يا ابن أخي. كان من الممكن أن أعيده على مسامعك لأضحكك يا عم، ولكن لا أرى من اللائق أن تحول الملك إلى نديم ولو كان ابن أخيك. على أي حال لم تكن حكمة مني أن أجادل شخصا مثل جحدر، أن لمثله أن يفهم الحكم والأمثال. مرحبا بكم. لا شك أنكم سمعتم بعودة همام. صارت أمور القوافل التي نحميها ميسورة، ولم يعد هناك ما يزعجنا أو يقلقنا في بادية الشام، وسننشئ فرقا أخرى تكون مستعدة لمطاردة اللصوص وقطاع الطرق وتأمين كل ما تحتاج إليه القوافل. وربما كان علينا أن نضع جيشا عند البحر لحماية التجارات التي تجيء منذ وصولها إلى بر الشام. أما التجارة في بلادنا ستكون تحت سيطرتنا، ليس من الضروري أن نبيع التجار، سنكون نحن التجار. أقصد أن التجار سيرحلون بأرزاقنا ويعودون إلينا بالأرباح. ستكون هذه الأرباح لخزانة الملك، وهذه الخزانة تنفق على الجميع حسب ما يحتاجون، وتنفق على كل ما فيه مصلحة الجميع من جيش وإطعام وتأمين العجزة والضعفاء. اجلب الطعام إلى هنا ومد لنا مائدة في الداخل. تفضل يا أبا همام، تفضل يا ابن عباد، تفضل يا أبا نويرة. أما همام فيبقى للأكل هنا مع الشباب.
أظن أن هماما لا يمانع في أن نكرم والده أكثر منه.